في إطار الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، يأتي تطوير بروتوكولات التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم عبر إتاحة الجرعة المنشطة من التطعيمات المضادة للفيروس وفق معايير محددة يحكمها العمر والحالة الصحية، إضافة إلى موعد تلقي الجرعة الثانية أو التعافي من الفيروس.